ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن حجم التبادل التجاري بين مصر ودول آسيا الوسطى بلغ نحو 167 مليون دولار عام 2022 بفائض تجاري بلغ نحو 42 مليون و800 ألف دولار لصالح مصر. جاء ذلك في التقرير الذي أصدره مركز المعلومات واستعرض خلاله الأهمية الاقتصادية لدول آسيا الوسطى والعلاقات المصرية مع دول هذه المنطقة، فضلا عن فرص تنامي العلاقات والمصالح الاقتصادية معها باعتبارها من أهم الأسواق الواعدة.